عندما سأل يعني ماذا حدث للمصريين، كان السؤال في وقته، وكان بيحلل ماذا حدث للمصريين طوال هذا التاريخ، يمكن 50 سنة مثلا أو 60 سنة، وكيف تدهور حال المصريين إلى ما وصلنا إليه. الآن هنحاول نسأله سؤال يمكن أصعب شوية مما حدث للمصريين: ماذا سيحدث للمصريين؟ سؤالي طبعا للكاتب الكبير والاقتصادي المعروف أستاذي الأستاذ جلال أمين. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. أنه أسهل أنك تجاوب ماذا حدث للمصريين ولا ماذا سيحدث للمصريين؟ لا، هو الحقيقة طبعا ماذا حدث أسهل بس ماذا سيحدث في الظروف اللي احنا فيها اليومين دول أصبحت في دلائل كده أكتر من الأول على أن احنا، وللأسف تدل على أن احنا رايحين حتة مش ظريفة أبدا. فطبعا أي كلام على المستقبل صعب. في واحد لطيف قال مرة التنبؤ أمر صعب خصوصا إذا تعلق بالمستقبل، وكأن هناك تنبؤ غير حاجة تانية. طب الناس لما بتشوف، أنا قريت مقال لحضرتك وبتقول فيه إن الناس كلها لما بتشوفك بتقول لك إحنا رايحين فين، مصر رايحة فين. وأظن ده مش أنا بس، يعني كل أصحابي بيقولوا لي نفس الشيء. و لاحظت اللي بيسألوا السؤال مش بس عايزين يعرفوا، فيها لهجة حزن شديدة قوي، ودي أنا قلت في المقالة دي ما مرتش عليا في 50-60 سنة اللي فاتت الحقيقة، رغم يعني كل الصعوبات. يعني أنا عاصرت أواخر عهد الملك، وكان في طبعا اضطراب وتوتر في السنوات الأخيرة بتاع الملك، بس ما كانش فيه ده، ما كانش فيه حكاية احنا رايحين على فين، ولا كانت الحزن الشديد بهذا الشكل. كان فيه سخط شديد على الملك ايوه، بس ما كانش فيه الحزن ده والحيرة. تفسيرك ايه للحزن ده؟ واعتقد ان حضرتك شبهته بحالة روسيا مع مجيء ستالين. لانه اللي فكرني بيها بعض الكتاب قالوا ان الروس في حالة هجرة داخلية لانهم مش قادرين يهاجروا خارجيا، فدخلوا جوه نفسهم وسكتوا لانهم ما كانوش قادرين ليهاجروا ممنوع، ولا قادرين يعبروا عن اللي في قلبهم، يروحوا في داهية. فانكمشوا على نفسهم. انا حاسس ان المسألة دي في بوادر هجرة داخلية في مصر لسه ما بنتش قوي، بس انا خايف اذا استمر الوضع بالشكل ده هنصاب بهذا المرض اذا حبيتي تسميه. ايه السبب بقى؟ يعني هل السبب، يعني قول لي توصيفك للحاله. انا تذكرت في الغرب من ايه، من 30-40 سنة طلعت حاجه اسمها مسرح الابسيرد، العبث. انا بعتقد السنتين اللي فاتوا في مصر دول في أمور عبثية غير معقولة ولا يمكن تفسيرها بسهولة. لما الواحد يقابل أشياء مش فاهمها، وكل يوم يفاجأ بأشياء جديدة مش مفهومة، يصيبه مثل هذا الحيرة الشديدة دي، عشان يقول لك احنا رايحين على فين. طب ايه معنى الاجراء بتاع امبارح ده؟ ايه معنى اللي ماتوا اول امبارح دول؟ الناس حاجات غير مفهومة وعمالة تتكرر، يقوم الناس عايزة تقول واحد يشرح لهم ايه اللي. انا عارفة ان اكيد ما بتسألش، ما بتؤمنش بالنحس والحاجات دي والتشاؤم والتفاؤل، انت رجل علمي. لا، ما اعتقدش انه في حاجه ماديه كده تجيب النحس مثلا أو لا، ما اعتقدش بده. لا، بتؤمن بنظريه المؤامره؟ هي ما فيهاش عيب غير اسمها. انا يعني قريت برضو ان حضرتك كتبت عليها. هو النقطه ايه؟ لما حضرتك تشوفي التاريخ السياسي في 200-300 سنة اللي فاتوا ويمكن اكتر من كده، تلاقي انه القادة السياسيين والمشتغلين بالامور العامة ده عادة يقولوا غير الحقيقة، او كتير منهم جدا يقولوا غير الحقيقة. طيب معنى كده ان في حاجة بتحصل هم يريدون انكارها، مش كده؟ ويريدون انكارها لانهم حاسين ان الناس مش هتقبلها، وهي لانها يا اما انانية جدا يا اما لاهداف
خبيثة للغاية ويخافوا انهم يقولوا الحقيقة. طب لما يكون ده الوضع والتاريخ عمال يكرر هذه الامثلة، ايه العيب بالظبط في نظرية المؤامرة؟ لان المسألة انه مع نظرية اللي بيسموها نظرية المؤامرة دي معناها ان ما يقال لك غير الحقيقة، والحقيقة ما بتتقالش لان في اغراض دنيئة وخبيثة. يعني لما الانجليز قالوا احنا دخلنا عشان في خناقة بين واحد ملطي وواحد حمار مصري، مش طب دي كانت نظرية مؤامرة ولا لا؟ يعني فضلوا محتلين مصر من 82 ل 56 عشان الحمار عشان الخناقة دي مثلا. هل معقول ده عاقل يقبل هذا؟ طب بتطبقها على الوضع اللي احنا فيه ازاي؟ هقول لحضرتك بقالنا خذ السنتين اللي هم سنتين الثورة دي شيء غريب بيحصل بعد اخر. زي هقول لك، بس ما دام شيء غريب بيحصل بعد اخر ما قدمناش غير تشغيل مخنا، مش ان احنا نقعد نقرا جرايد لان احنا لابد ان يكون فهمنا بقى ان اللي بيتقال لنا علنا غير الحقيقه، نقوم نحاول نربط الامور ببعضها، نقوم نكتشف انه في اغراض لابد هضرب لك مثل. ايه بقى؟ بتقولي لي ايه اللي حصل؟ قامت عظيمة جدا كلنا استبشرنا بيها، وطلع الشباب والبنات يدهنوا الأرصفة كدليل، ده دليل على انه قد ايه كانوا متفائلين بالمستقبل. صحيح. والمسيحي يبوس المسلم والمثقف يمشي والولاد مع البنات كانوا في الثورة بدون انتهاكات ولا مختلف الطبقات ولا أي حد. ومختلف الميادين والمدن ومختلف المتعلم مع غير المتعلم، ده ايه الجمال ده؟ ده كان ايه الجمال ده؟ صحيح. شوفي ايه اللي حصل من ساعتها، ده كان من سنتين. ايه اللي تنتظريه بعد ما يحصل حاجه دي؟ انه الناس اللي عملوا الثوره يستلموا الحكم، او على الاقل يكون لهم تاثير في الحكم. سرعان بعد ما سقط مبارك مسك الحكم ناس واضح انهم بيعملوا اعمال غير ثوريه ومش ماشيه مع الاغراض اللي قامت الثوره من اجلها. اقول لحضرتك امثله، شوفي اول حكومه، شوفي اول حكومه منين ده؟ هل ده كان زعيم شعبي؟ هل الثوار اجمعوا عليه؟ هل في تاريخه ما يدل على انه اهدافه ثوريه؟ لا. ومع ذلك من كتر احنا ما نفسنا حلوه واملنا كبير في المستقبل قلنا والله برضه هو راجل طيب، هو راجل طيب ويمكن الخير يجي على ايديه. ما جاش، بالعكس الفتره اللي هو حكمها حضرتك فاكره ايه اللي حصل؟ والكنايس اتحرقت وماسبيرو وكل حاجه، بورسعيد الى اخره. ومع ذلك برضه مش راضيين نفقد الامل. قال لك فلما لقوا انه ايه، طيب الوزاره الاولى وبقيت بقت الحكومه الثانيه، وبعدين قالوا نجيب لكم الجنزوري. ليه الدكتور الجنزوري؟ يعني مع احترامي له، هذا رجل مع كل علمه ومكانته علاقته بالنظام القديم اكبر من علاقته بالثوره. طبعا طبعا طبعا. اشمعنى ده؟ هل البلد خلت من رؤساء وزراء محتملين يؤمنون بمبادئ الثورة؟ ما لقيتوش حد تاني؟ ده دي ايه؟ بقول لك حاجة مدهشة. ماشي. حاجة مدهشة. طيب. غير توالي الحكومات الغريبة. وبعدين حطونا في موقف، يا إما نختار أحمد شفيق يا اما الدكتور مرسي. طيب يا جماعه، هل معقول بعد مثلا سنه ونص من الثوره، ما هو ده كانت بعد حوالي سنه ونص، تنتهي الخيار بين ده؟ يعني احمد شفيق برضو مع احترامي له، احمد شفيق ده لو جه يبقى معناها الثوره ما قامتش خالص. الدكتور مرسي ناس كتيره قوي راحوا اختاروه عشان احمد شفيق ما يجيش،
وناس كتير قوي ادوا لاحمد شفيق عشان الدكتور مرسي ما جيش. هل هذا هو اللي احنا كنا؟ ما فيش برضه في الدنيا حد يعني احمد الدكتور مرسي انا ما كنتش اعرف ده مين الحقيقه يعني. هو بس الاخوان المسلمين في النهايه ما كانش له دور لا المرشح مش الاساسي كمان. طيب اعتقل على العين والراس وتعذب وبتاع يعني مؤمن بس لم يبدو منه انه زعيم شعبي او يمكن ان يصبح. واحنا عايزين زعيم شعبي يعني الثوره عايزه زعيم شعبي. طيب وبعدين الدكتور مرسي من ساعه ما جه بيعمل اعمال غريبه جدا. تنتقدي حاجه يقول لك انت بتصلي الفجر ولا لا؟ طب ما ترد عليا تقول لي ده صح ولا غلط. يقول لي يقول اللي بينتقدوني دول ما بيصلوش الفجر. بقى ده كلام يعني ايه؟ ادي وبعدين قعد حوالي ما اعرفش ايه 5 اسابيع يشكر الوزاره. انا اذكر انها كانت مده طويله قوي. صحيح. ليه يعني ايه؟ عمر ما حد خد المده دي. وبعدين وزاره شكلها ايه؟ ويا ريتها تمخضت يعني جدلا. طيب وزاره شكلها ايه؟ ما حضرتك عارفه برضو هشام قنديل مع احترامنا له ما هواش راجل يجي يقود البلاد في الظروف الصعبه دي. والحكومه الوزير ده ولا الوزير ده ولا الوزير ده، هل دول هل خلت البلد من ناس وطنيين؟ انا بقولش ان دول مش وطنيين. أيوة مفهوم. بس وطنيين يؤمنوا بمبادئ الثوره ولديهم كفاءه ما حصلش. وهكذا كل الخيوط دي تؤدي الى ايه؟ انا في رايي لا تؤدي الا الى شيء واحد، وهو في مخطط اتعمل من الايام الاولى للثوره وهو بينفذ في اتجاه بقى ده نقدر نقعد نتكلم فيه، بنكتشفه يوما بعد يوم. هذا المخطط وده اللي احنا انا بسميه نظريه، او يطلق عليه نظريه مؤامره، لانه لا يمكن لا يعقل كل هذه الاشياء الا اذا كان في حد خبيث لا يريد الخير لمصر، حد او اشخاص او قوة لا تريد الخير لمصر، لان وضعوا مخطط. ولو كان المخطط ده فيه خير مصر كان اعلن. هل المخطط ده كان بيستهدف ان البلاد يعني تكون في قبضة الاخوان في نهاية المطاف؟ لا، الاخوان وسيلة. وسيلة؟ ايوه. ولكن هناك قوة اكبر تريد اشياء اخرى. هم مش عايزين يطبقوا الاسلام، اصحاب المخطط دول اصحاب المخطط دول مش غرضهم تطبيق الاسلام او الشريعة الاسلامية، غرضهم اخرى، اشياء اخرى هنكتشفها، يمكن نكتشفها واحنا قاعدين النهارده. اسمح لي اخرج فاصل عند هذا المخطط. والدكتور جلال امين الحقيقه بيربط مجموعه من الخطوط ببعض، احيانا نكون من كتر ما احنا يعني مرتبكين منشغلين بالشان اليومي ما بنشوفش الصوره بشكل اكبر. عامين على الثوره، ماذا حدث؟ بعد الفاصل هنحاول نوصل الخطوط دي زي ما لعب الاطفال بنوصلها ببعض لنصل ربما تكون لدينا اجابه بعد الفاصل.